متى يتوب النرجسي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أحبائي؟ أتمنى أن تكونوا في أفضل حال. معكم كوتش نعمان زريوح في حلقة جديدة من فضفضة مع نعمان. اليوم يوم أحد، موعدنا المعتاد مع فضفضة مع نعمان. فضفضة هذا اليوم ستكون جدا خاصة، فضفضة حصرية، إنه جواب عن سؤال لإحدى متتبعات هذه القناة الكريمات. خلاصته هو: كوتش نعمان، هل يتوب شريك النرجسي يوما؟ هل سوف يتقي الله؟ لأنني بدأت أشك فعلا أنه سوف يتغير أو أنه سوف يتوب. لقد عانيت منه كثيرا أنا وأولادي. كم أريدك أن تجيب عن هذا السؤال يا كوتش. أختي العزيزة، نعم سأجيب عن هذا السؤال، وجوابي سوف يصدمك. النرجسي يتوب، نعم، واليوم سوف تعرفين متى بالضبط. فيديو سوف يقلب الموازين رأسا على عقب. يجب مشاهدة هذا المحتوى حتى آخر ثانية لأنه جد مترابط. قبل البدء، لايك ليصل هذا المحتوى لأكبر عدد من ضحايا النرجسيين، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس. فمرحبا بكم أحبائي في هذه الحلقة الجديدة من فضفضة مع نعمان. قبل البدء أذكر كالعادة أنني أتوجه للمرأة على أنها ضحية. فقط للتبسيط، إذا كنت رجلا وضحية لمرأة نرجسية فما عليك سوى قلب الأدوار. كما أذكر أنه تحت هذا الفيديو مباشرة في خانة الوصف وفي أول تعليق مثبت هناك رقم واتساب لمن يحتاج لاستشارة شخصية معي مباشرة. النرجسي كما قلت سابقا في فيديوهاتي فهو كائن غريب الأطوار، منحرف، منكب فقط على نفسه، يريد الأذى، الاستغلال، مصلحته فوق كل اعتبار. وبطبيعة الحال لكي يصل لهذه المصلحة فهو يستعمل أقذر الوسائل مهما بلغت دناءتها وحقارتها. أختي العزيزة، أخبريني في خانة التعليق، ما هي الوسائل العنيفة الخبيثة القذرة التي استعملها النرجسي والتي لا زال يستعملها لكي يصل لمصالحه، حتى ولو بلغ به الأمر أن يدمر حياتك؟ أجيبيني في خانة التعليق. تعلمين أن خانة التعليق في هذه القناة هي منبر ضحايا النرجسيين. وأخطر شيء يتصف به هذا الخبيث هو أنه لا يخاف الله سبحانه وتعالى. وهنا أريدكم أن تنتبهوا معي جيدا، لأن هذه الحيثية هي جد مهمة حتى تفهموا النرجسي. النرجسي الخفي خصوصا، هذا الكائن الخطير جدا، فهو يظهر على أنه يتقي الله، على أنه متدين، هو يصلي الصلوات في وقتها، هو يمثل الخشوع، قد يكون بالفعل قد حج ويتصدق باستمرار، يبدو دائما على أنه كائن متق، يخاف الله، متدين أكثر من الآخرين. ألا تلاحظون هذا؟ وقد يعطي دروسا في الدين، وقد يحفظ آيات أحاديث نبوية، ويحاول أن يظهر على أنه شيخ، على أنه واعظ إلى آخره. وهنا تكمن خطورته، ألا وهي أنه يستعمل الدين للتأثير على الآخرين. وهنا لا أحد سوف يصدقك، لأنه بالفعل قد تلاعب بالآخرين وقد كسب ودهم وتعاطفهم واحترامهم لأنه متدين، هو يلعب على ورقة الدين، وهذا سلاح خطير جدا يستعمله النرجسي، بالإضافة للسياسة بطبيعة الحال، وهذا موضوع آخر. النرجسي قادر على أن يتلاعب بالجميع،
وأن يتلاعب بك أنت أيضا يا أيتها الضحية عندما يستعمل الدين. نعم يا أختي العزيزة، هذا سلاح خطير جدا في يد النرجسي، خصوصا في مجتمعاتنا الإسلامية التي تؤمن بالعقيدة وبالشريعة. النرجسي في حقيقة الأمر فهو لا يخاف الله سبحانه وتعالى. كيف تريدينه أن يخاف الله سبحانه وتعالى وهو يؤذي الآخرين، وهو يخون، وهو يتحدث في ظهور الآخرين، يسب، يشتم، يضرب إلى آخره؟ كل هذه الصفات بالإضافة لأحاسيسه السلبية التي هي الحسد والحقد والكره، فبطبيعة الحال تجعله كائنا بعيدا جدا عن الدين. بطبيعة الحال الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فماذا يعني أن تصلي وأنت ترتكب الفواحش؟ بكل بساطة هذا يعني أنك منافق، والنرجسي هو منافق من الدرجة الأولى. وهنا أريدكم أن تنتبهوا جيدا، لأن الدقيقة القادمة سوف تكون جد صادمة، والتي سوف أكشف فيها عن سر خطير يتصف به النرجسي. هذا السر هو أنه في قرارة نفسه لا يؤمن بالذات الإلهية، إنها الحقيقة. النرجسي يرى نفسه فوق الجميع، أي أنه منزه عن الخطأ، أي أنه كامل والعياذ بالله، وهذه صفة إلهية. النرجسي يحتقر الجميع، النرجسي يرانا دائما في درجة دنيا وهو في الدرجة العليا. تذكروا هذا، وهنا أريد أن أفتح قوسا لأذكر أن هذه المعطيات، هذه الحقائق، فهي تنطبق على المرأة النرجسية. أقفل هذا القوس، وهنا سوف تسألينني: كوتش نعمان، لقد قلت لنا أن النرجسية يتوب، كيف سوف يتوب وهو لا يخاف الله؟ كيف سوف يتوب وهو لا يؤمن به حتى؟ ومتى سوف يتوب؟ هنا أريدكم أن تنتبهوا جيدا، لأنه بالفعل النرجسي يتوب، ولكن هذه التوبة هي توبة غير نصوح، هي توبة بين قوسين، توبة مزيفة فيها مصلحة. كيف ذلك؟ سوف أشرح لكم. النرجسي كما شرحت في الدقائق السابقة فهو لا يخاف الله، بل هو لا يعترف به حتى، ولكن عندما يتقدم في العمر، عندما يقترب من الموت، وهنا أريدكم أن تركزوا على هذه الفكرة، الموت، لأن هذه الكلمة هي كلمة يخاف منها النرجسي. هو دائما يحاول أن يخترق الزمن، يحاول أن يبقى صغيرا، يحاول دائما أن يحافظ على جماله، على شبابه، ولكن مع الوقت سوف ييأس من هذا، لأن الوقت لا يرحم، لأن العمر يتقدم، ولأن الموت يقترب. النرجسي يخاف من الحضور في الجنازات، لأنه يخاف من الموت ويكره هذه الكلمة، ولكن فهو يعرف جيدا أن الموت قادم لا محالة. والدليل هو أن أقاربه، عائلته، أصدقائه، فهم يموتون توالا، وهو ينتظر هذا المصير المحتوم حتى ولو أنه غير مقتنع. هذا يبدو متناقضا جنونيا، ولكن هكذا هو النرجسي. هو يريد أن يعيش حياة أبدية، هو يحارب الموت، ولكنه في نفس الوقت يعرف أنه قادم لا محالة، أن تلك الحفرة فهي تنتظره، وجنازته سوف تأتي بدون شك. هنا ما الذي يحدث؟ عندما يقترب النرجسي من الموت فهو يحس بالخطر، وهنا فمصلحته فهي تأتي في الدرجة الأولى. هو يبدأ يفكر في الجنة
والنار، وبطبيعة الحال النرجسي مصلحي، يبحث دائما عن مصلحته، وهنا فبطبيعة الحال هو سوف يبحث عن الجنة، ولكن عندما يقترب من الموت، أي عندما يصبح عجوزا هارما. ألا ترون هذا يا إخواني وأخواتي، أن العديد من النرجسيين فهم يبدأون بالصلاة فقط عندما يتقدمون جدا في العمر، هم يبدون كما لو كانوا قد تغيروا بالفعل، ولكن في الحقيقة لا، المصلحة هي التي تحكم في هذا السن. ولهذا فالنرجسي فهو يبدأ بالصدقة، يبدأ بالصلاة، يبدأ بالتغير بين قوسين، ولكن معدنه فهو معدن شرير خبيث لن يتغير، فقط الظاهر فهو يتغير، أي أنه يبدو كما لو كان مؤمنا أكثر، كما لو كان بالفعل يخاف الله أكثر إلى آخره. وهذا يحدث عندما يكبر في السن، عندما يقترب من الموت، عندما يخاف من جهنم. نعم، النرجسي بالفعل يبدأ في الخوف من عواقب تصرفاته طيلة حياته عندما يقترب من الموت، وهنا فهو يتوب. أنا أقول يتوب بين قوسين، لأن هذه التوبة هي توبة غير نصوح، توبة غير حقيقية، غير صادقة، هذه التوبة هي توبة مصلحية فقط لكي يصل لهدفه بعد الموت، ألا وهو الجنة. إنها الحقيقة، هو يعتقد أنه يخادع الله سبحانه وتعالى، ولكن الله بصير بما تخفي القلوب بالنوايا، ونوايا النرجسي فهي نوايا خبيثة شيطانية، ولهذا فبطبيعة الحال سوف يلقى بدون أدنى شك جزاءه في الآخرة كما سوف يلقاها في الدنيا، هذا أمر لا شك فيه. ولكن بطبيعة الحال في هذه الفضفضة فأنا قد أجبت عن هذا السؤال الذي تتساءله كل ضحية نرجسي، والذي هو: هل يتوب النرجسي؟ نعم، النرجسي يتوب بهذا المصطلح عندما يقترب من الموت، ولكن أؤكد على أن هذه التوبة هي توبة مزيفة، توبة منافقة، توبة غير صادقة. في نهاية هذه الفضفضة الجديدة مع نعمان، هذه الفضفضة الصادمة، أريد أن أؤكد على الفكرة المحورية في جميع فيديوهات هذه القناة، ألا وهي أن النرجسي لا ولن يتغير أبدا، حتى ولو بدا لك على أنه تاب، على أنه قد تغير، ولكن هذه التوبة، هذا التغيير فهو سطحي فقط غير جوهري. النرجسي داخله متعفن، سوف يبقى باردا للأبد، أحاسيسه لن تتغير أبدا، النرجسي لن يحس أبدا لا بالتعاطف لا بالحب ولا بالسعادة، النرجسي فقط يريد التدمير، يحسد الجميع، يكره كل ما هو جميل، وتوبته هي توبة فقط من أجل مصلحة، ليست توبة حقيقية. تذكروا هذا يا إخواني وأخواتي، وبطبيعة الحال أذكر على أن الحل الأول والأخير عندما تتعاملون مع أي نرجسي كيفما كان هي الابتعاد، هي الانفصال وقطع الاتصال. إذا أعجبكم هذا الفيديو المرجو وضع لايك، مشاركته على أوسع نطاق لتعم الفائدة في الوصف، سوف أترك لكم روابط فيديوهات أخرى لتشاهدوها، رابط لتتواصلوا معي، روابط صفحاتي الاجتماعية، ورابط موقعي الإلكتروني في الوصف، أيضا هناك رابط واتساب لمن يحتاج لاستشارات شخصية معي مباشرة، حتى تنتقل حياتك لمستوى أعلى بمشيئة الله. قبل أن أغادر وكالعادة سوف أترك لك سؤالا أختي العزيزة، أنتظر جوابك عنه أسفل هذا الفيديو في خانة التعليق. هذا السؤال هو: هل بالفعل تساءلت إن كان النرجسي سوف يتوب يوما ما؟ وهل بالفعل قد بدا لك، قد ظهر لك
على أنه قد تاب بالفعل. أجيبيني أسفل هذا الفيديو في خانة التعليق، تعلمين أن خانة التعليق في هذه القناة هي منبر ضحايا النرجسيين. موعدنا بحول الله تعالى يتجدد في الفيديو القادم، وكالعادة أحبائي، كون سعداء.